انا عايزه اقول انه ورده كان عندها جرأه وقتها، انه مشوار بقى من اول بتونس بيك، نار الغيره، حرمت احبك، الالبوم ده مع صلاح الشرنوبي، وصلاح الشرنوبي كجيل من الملحنين كان وقتها يعني جيل الشباب، بس برضو كان في جرأه عند ورده انها تجدد وتغير. طبعا ده يعني هي كان قرار كان صعب، يعني كل الناس كانت مستصعباه بعد ما كان يعني كل العظماء لحنوها من ابتداء من استاذ عبد الوهاب، فكان لسه صلاح الشرنوبي كان لسه ملحن شاب جديد. وحتى حصل من الفرق المسيحيه كمان، يعني ازاي يعني تقبلي بكده يعني؟ ايوه طبعا. فقالت لهم بس حققت نجاح عظيم. هتشوفوا النجاح، انا كان عندها رؤيه طبعا وخبره، هتشوفوا النجاح عامل ازاي. وفعلا يعني كان اول بروفه بنعمل فيها اللحن ده، كان عندنا بروفه على حفله في تونس. فاللحن تونس سميعه بقى يعني. فاللحن مكتوب ايه؟ احنا قاريينه بتونس بيك. ايه بتونس بيك؟ بتونس بيك من تونس. فالمهم شرحت لنا الموضوع وكده، وعملنا حفله كسرت الدنيا. بس عايزه اقول لحضرتك يعني لما بنغني بحرمت احبك او بتونس بيك، اكتر اغنيتين بياخدوا تفاعل من الجمهور. انت كنت لسه في تونس بتغني؟ انا غنيتها في تونس. بعد السنين دي الناس بتطلب ايه الورده؟ يا كل حاجه. بصي كل اول ما بيسمعوا المزيكا بس بتاعت ورده، حتى في موسم الرياض غنيت في يوم وليله، في تونس غنيت بتونس بيك، في الكويت طبعا جمهورها بقى يعني غير عادي كبير. وطبعا ماجد كان معاها في هلا فبراير اخر مره، كان في الاحتفال الكبير ده. فطبعا دي مسؤوليه كبيره جدا عليا، لان إيه صعب الناس تتقبل. انت كصوت ايه اصعب اغنيه بتحسي انها صعبه؟ يعني ان ورده ازاي قدرت توصل؟ يعني دايما في اغاني بنقول المطرب تحدى نفسه، تحدى موهبته وحنجرته. ايه اصعب اغاني ورده؟ طبعا لعبه الايام. لعبه الايام صنباطي طبعا جبار طبعا. فيها قرار وفيها جواب كتير، وهي قالتها تحفه طبعا. في حاجات كتير، بس بالحقيقه انا زي ما قلت انا بحس ان ورده على مقاسي. يعني كل الحاجات مريحاني وبلاقي فيها يعني الطبقات بتاعتها. ورده مع سيد مكاوي كانت بتغني بروح سيد مكاوي بطريقته يعني اوقاتي بتحلو زي طريقه سيد مكاوي، بحلو زي كانه هو اللي بيغنيها. ولكن هي مع بليغ كانت ورده اكتر يعني. الوحيد اللي اخذت منه الروح سيد مكاوي. ده كان احساسا برضو تحيه لسيد مكاوي من ورده. اكيد اكيد. وبعدين هي بالحقيقه زي ما حضرتك قلت كده، هي لقت نفسها جدا مع بليغ. يعني طبعًا. كل الالحان اشهر الحانها وكل الحاجات الناس حبتها كلها اللي كانت مع بليغ اكتر. طيب حاجات.